في المكان ده من 5 سنين كنت بتكلم في اول فيديو ليا على يوتيوب على البخت اللي عنده كريستيانو رونالدو، وهنيه له المدير الفني اللي معاه كريستيانو رونالدو وفرقته معاه ماكينه تسجيل اهداف. شوف يا عدوا 5 سنين هوا وبرضه بخت اللي عنده كريستيانو رونالدو في فرقته، مدير فني ما عندوش اي حاجه وفاضي وماشي على الله، عنده كريستيانو رونالدو مخليه موجود جوه الفريق. مدير فني لو خسر ماتش اتلانتا وخسر ماتش توتنهام هيمشي، كريستيانو رونالدو كسبه ماتش توتنهام ويتعادل له النهارده قدام اتلانتا في اخر دقايق. كريستيانو رونالدو بيغطي كل المشاكل الدفاعيه المتكرره اللي عندك في الفريق يا اخي. كل الناس بتنسى كل العك اللي بيحصل في مانشستر يونايتد بمجرد ان كريستيانو رونالدو بيسجل هدف. كريستيانو بيسجل هدف والتاني خلاص يا معلم، احنا نسينا كل حاجه، نسينا هاني ماجواير والضحك الكتير اللي بيقدمه في خط الدفاع، وبننسى ان ده اغلى مدافع في العالم. يعني تخيل هاري ماجواير اغلى مدافع في العالم، يعني هاري ماجواير بالمساوئ اللي بيقدمه في خط الدفاع دي مفترض ان هو اغلى مدافع في العالم. تخيل انت النهارده بادئ 3 تحت واول 11 دقيقه تلبس جون، وجون مركب بسم الله ما شاء الله، يعني الكره من ورا وان بيساكا وبتعدي توصل ليليتش مكان ليليتش ليليتش ناحيه لوكشو، يعني اللي هو عدت من اليمين جت على الشمال اتسجلت هدف. فين فران بقى وهاني ماجواير وايريك بايري؟ فقلنا واقفين نتفرج على الكوره. فين دخيل؟ لا دخيل بيصدها لجوه، ده ايه خط الدفاع المنفس وحسن مرمى المنفس ده؟ بس عندهم كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو اللي اول ما برونو فرنانديز بيوصل للمرمى في الدقيقه 44 عن طريق تمريره من جرين وود اللي نزل تغييره مكان فاران لما طريقه اللعب اتغيرت ل 4 2 3 1 بدل ما هي 3 4 2 1 كريستيانو سجل. العك التكتيكي اللي شغال ده حلو، كريستيانو سجل يا عمي، احنا نسكت بقى وكريستيانو سجل وان شاء الله الفرقه حالها هيتظبط الشوط الثاني، وان شاء الله لوك شو هيفتكر كده ان هو باك محترم ويلعب له عرضيتين مظبوطين كده لكريستيانو رونالدو ويتم تسجيل هدف وهاري ماجواير ينشف كده في خط الدفاع. للاسف هاري ماجواير لبس الفرقه هدف ثاني عن طريق دوبن زاباتا، وكريستيانو وهاري ماجواير هو اللي كان بيرفع ايده ان الكره في سايد. هما بيتغيروا ايه المشاكل الدفاعيه هي ايه؟ ما عندهمش مدير فني، ما عندهمش مدير فني، بس عندهم كريستيانو رونالدو، بدليل ان انت سبت كل التغييرات اللي هو عمال يعملها وماتتش ليه وانت خسران، وماتتش بيلعب تحت ولا مكمل ب 4 2 3 1 وبتطلع، يعني انت خسران 2 1 مفترض انك تحتفظ باللعيبه اللي بيحطوا كره قدام صح؟ لا ده طلع ننزل ماتتش بقى. يا باشا ده مدير فني ليك وعده لوحديها يا باشا، هذا سولوتشاير قاعد في حته لوحده كده في الكوكب بيهبد على مزاجه، يعني زي ما قلت لك انت خسران مفترض تحتفظ باللعيبه اللي يقدروا ان هم يودوا الكره قدام، لا انت بسم الله ما شاء الله يعني خليت سكوت ماكدوناي ورحت مطلع بوجبا ونزلت كافاني، ليه بقى؟ هتلعب بالتفرق الله عليك. طب مين بقى يلعب عرضيات للفراوده دول؟ للاسف الباكات ما بيرفعوش عرضيات مظبوط. طب هنعمل ايه؟ مفيش اي حلول هجوميه. برونو بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يصنع لكريستيانو هدف تاني، بس برونو مش قادر، وانت بتقرر تغير برونو في الدقيقه 88، مش عارف ليه بتغير برونو في الدقيقه 84 تقريبا، ونزل فان دي بيك ونزل مع فان دي بيك سانشو، وخلاص الفرقه رايحه للهويه والفرقه مش شايفه قدامها، ومفيش حاجه بتقول لك ان يونايتد ممكن يعمل اي حاجه على مرمى اتلانتا، لحد ما بيجي كريستيانو رونالدو يقول لك موجود اهو، انا موجود اهو، موجود وحاضر اهو، سجلت الهدف الثاني عن طريق برضو اسيست من جرين وود. عايزين منها حاجه يا جماعه؟ نسكت بقى ونسيب كل المساوئ التكتيكيه بتاعت سولوتشير وهاني ماجواير ونلم بقى على الليله ونقعد نتكلم على عظمه كريستيانو رونالدو، اللعيب اللي لسه الذهب لا يصدى، واللعيب اللي هيفضل دايما ماكينه تسجيل اهداف. طب تمام كريستيانو ده ايكون ودي حاجه كلنا عارفينها، بس متى يتحسن مانشستر يونايتد كفريق؟ متى يتم تطوير خط الدفاع من جانب مدير فني واقف على الخط؟ كل الاخطاء الدفاعيه هي متكرره ومن نفس اللعيبه هم هاري ماجواير ولوك شو. يا راجل ده لو في مدرب محترم بعد ماتش ليفربول، لوك شو ده كان قعد له 5 6 ماتشات دكه، محمد صلاح جايب 3 اجوان من وراه والجون الاول اساسا جاي من وقفه. انت بتتكلم في ايه يا باشا؟ يعني ما بيديش فرصه لالكس تليس برغم المستوى السيء اللي بيقدمه لوك شو، ومش عنده قناعه برضه ان هو هاري ماجواير لسه يحتفظ بشاره كابتن الفريق رغم انه اسوء لاعب في الفريق. فانت بتتكلم في ايه؟ بس كريستيانو هداف يا باشا، والهدفين اللي جابهم دول يغطوا على اي حاجه. مش كريستيانو يا باشا وهو ده لايكون لما بيسجل بيلم على كل اللي حصل في الفريق. يعني مشاكل الدفاع بتتحل امتى؟ لما يكون عندك لعيب زي كريستيانو رونالدو. عرفت يابا ليه سر الدخله بتاعت يا بخت اللي عنده كريستيانو رونالدو؟ عشان انت هتنسى كل حاجه حصلت في الماتش وهتركز على اللقطتين اللي كريستيانو رونالدو سجل فيهم اهداف. اه ونعم كريستيانو والله، يا بخت فعلا اللي عنده كريستيانو رونالدو، ويا بخت اللي يعمل لايك او سبسكرايب هنا في القناه، اعتبره عمل خير عزيزي واعمل لايك او سبسكرايب ده لو الفيديو عجبك، اما لو ما عجبكش فاعتبر ان انت بتشاهد هاري ماجواير ولوك شو وارون وان بيساكا ومعاهم فاران لمده 90 دقيقه، ما كانش الاربع خمس دقايق بتاع اخوك.